متابعينا اهلا ومرحبا بكم. اليوم حنا متواجدين في مدينه الجديده وبالضبط في جماعه مولاي عبد الله امغار، حاضرين الموسم اللي كتنظم كل سنه، هذا الموسم اللي كيتعرف بالخيل وبالتبورده ديالو. اليوم غنسلطوا الضوء على هذه الرياضه وهذا التراث، خليكم معنا ما تشوفين. لا ماشي كيف الايامات الاولى، الاولى كان الضجيج وكان السيوف نايضين من الفوق من التحت، فهمتي؟ كان السرقه وهادو، ولكن دابا تنظم هو هذاك بخير الحمد لله. يجيو كيعجبهم المنظر هنا، يعجبهم هنا، زوين زوينه الدنيا هنايا، وتتعجبنا التبوريضه ويعجبنا الخياله، ونبقاو نتفرجوا تنشوفوا شكون اللي غادي يدي، شكون اللي غادي يدي جائزه. والتبوريضة على حساب الأجداد، كاين كل الشربة، وفيها كاين فيها 40، كاين فيها 50، 28 كاينة في الدم ديالنا، كيتوصل للقايشة ديالو بدون شعور كنجيو ليه. لا حنا ولاد مولا عبد الله، فمساكنين هنايا مخيمين كنعيشوا الطقوس. شنو استفدت من الضحك والتفواج، وبنادم كيخنق وصافي. التبويضه كيتعرف بجميع التراث، التراث مغربي، سمعتي؟ التراث مغربي اصيل ومحبوبه الجماهير، الخيل سبحانه وتعالى مستعلى راسه صلى الله عليه وسلم. ولا جيل جديد دابا ولا وعندهم هذا الشيء مزيان مقوم على هذاك الشيء ديال بكري، ودابا ولات التبويضه وما كانش زعماك داك الشيء ديال لي زاكسيدون، ما كانش داك الشيء ديال، دابا ولات التبويضه عصريه، ولاو يركبوا فيها، كانوا بكري الرجال، دابا ولاو النساء، ولاو ولاد، ودابا ولات التبوريده ولات دراسه جديده. كاين بعدا سميتو المخزن، بعدا دير لي عليه نيشان، فهمتي؟ عاد سميتو المهرجانات والسهرات. وكيشوفوا باقي كيشوفوا الموسم ديال الاعوام ديال 2010 2009 باقي كيشوفوا، دابا لا تبدل ولا قانون ولا اصلاحات، فهمتي؟ هادشي اللي كاين.